احنا نجي نتكلم مع الكوادر التدريسية، يعني الرسالة تصل بطريقة صحيحة للتلاميذ، سواء من خلال نشاطهم الرياضي، لأن دائما احنا نحس الأستاذ أو الأستاذة المدرس المدرسة بالمدرسة من يجي يشرح المادة الطلاب كلهم أمانة في عنقه. يعني برعاية مدير عام تربية دينا وخالد مصطفى الجبوري ومن ضمن المنهاج المركزي واللا مركزي للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، وزارة التربية أقام قسم النشاط الرياضي والكشفي، شعبة التربية الصحة والبيئة، ورش توعوية للمواد المخدرة والمخدرات وأنواعها، وقمنا باستضافة معاون مدير قسم أو مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقام بإلقاء محاضرات على المنسقين الصحيين المختارين من بعض المدارس في محافظة نينوى لكي يعلم بأن هذه المخدرات ومدى تأثيرها على المراهقين وغير المراهقين من التلاميذ والطلاب والطالبات. وهناك ورش متعاقبة إلى أن نغطي كافة منسقين الصحيين لأخذ هذه المعلومات عن هذه المادة المخدرات وأنواعها، والتي تذهب المؤثرات العقلية التي تذهب عقول الطلاب والمراهقين في محافظتنا. صلاح الياس قاسم، مدير النشاط الرياضي والكشفي. ضمن الخطة السنوية لوزارة التربية المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، أقامت المديرية العامة لتربية نينوى وقسم النشاط الرياضي والكشفي ندوة عن المؤثرات العقلية والمخدرات، وكان حضور الدورة مجموعة من المدرسين والمدرسات في تربية نينوى. ألقاها المشرف عن مديرية المخدرات الأستاذ فراس، أستاذ يونس غني جاسم مسؤول شعبة الصحة والبيئة تربية نينوى.